عشرة في عقل. بزاف ديال المغاربة كيستعملوا هذا المثل ولا كيسمعوا بهذه المقولة، فشنو القصة ديالها ومنين جات؟ فالقصة كتقول أن هذه المقولة بانت في عهد الاستعمار، فجت دخلت الحماية الإسبانية المغرب واستعمرت بزاف ديال المناطق خصوصا مناطق الشمال. فقالوا أن الإسبان استغربوا فاش دخلوا المغرب ولقاو المغاربة بدوك البساطة ديالهم، ديك السذاجة ديالهم، يعني ما كانوش كيتفاهموا معاهم. فقالوا أن المغاربة عندهم الفهم ديالهم ثقيل بزاف، فيمكن لينا ناخدو 10 د المغاربة وناخدو مقابل ديالهم إسباني واحد كيفهم مقابل 10 د المغاربة. فهنا بقاو كيقولوا أن 10 د المغاربة مقابل إسباني واحد يعني 10 في عقل، وبقات متداولة. ولكن أظن أن هذا خطأ، فالمغاربة مطورين من شحال هادي، كنظن غير السبريونيين بغاو يلصقوها لينا. وكاين واحد القصة واحدة أخرى كتقول ان في عهد الملك الراحل محمد الخامس مشى دار زياره لبني مسكين وقال لهم شنو بغيتو نحقق لكم في هذه المنطقه ديالكم، يعني الاصلاحات اللي بغيتو. فكان واحد الناس 10 الناس كان عندهم ولادهم مشدودين في الحبس ديال مراكش، فقالوا لي نعم سيدي حنا بغينا المطالب ديالنا دير لنا حبس من الناس سجن في بني مسكين باش ما نبقاوش نديبلاصاو حتى لمراكش. وكنظن ان هذه تكون هي الصحيحه، حيت فعلا يعني 10 في عقل، يعني هما 10 ظروف على حاجه واحده اللي هي انهم يبني لهم واحد السجن باش ما يبقاوش يديبلاصاو عند ولادهم لمراكش، وبقيت شدو غير في بني مسكين حسن ليهم.